ووالده بالقرب منها يعني لحظات حماسية جدا. الآن يتم إخراج ريان في هذه اللحظة بالضبط. تشاهد ريان وهو ينقل في حمالة نحو سيارة الإسعاف. مشهد كبير جدا يحدث الآن. أخذنا شحنات إخراج ريان. ريان في سيارة الإسعاف. سيارة الإسعاف تصعد للإنقاذ. مشهد كبير جدا وسط التصفيقات والتكبيرات. ريان في سيارة الإسعاف إلى جانب والديه. يتم الآن نخلو المكان مؤمن وريان تم نخلو الآن إلى سيارة الإسعاف. الجميع يشهد سيارة الإسعاف تتحرك الآن. سيارة الإسعاف تستعد للتحرك. نعم سيارة الإسعاف تستعد للتحرك بعد أن عناصر الطرق الملكي الآن يقومون بتأمينها في الطريق. نعم هي تتحرك الآن بالفعل وتنطلق. هي تتحرك الآن. الجميع هنا يكبر. الجميع فرحان. سيارة الإسعاف انطلقت. ريان انطلق إلى المستشفى. عمل اللهم إننا نريده بيننا حيا. آمين. اللهم أخرجه من تحت الأرض حيا. آمين. اللهم أنقذه كما أنقذت الأنبياء. آمين. أنقذت الصديقين. آمين. أنقذت المرسلين. آمين. هذا الجلال والإكرام. وهو على قيد الحياة. إذن الفريق الطبي لا يزال يشرف على عملية إنقاذه الأولية في الداخل قبل أن يتم نقله إلى الخارج على نقالة أو حمالة من أجل نقله بالمروحية مروحية الدرك الملكي إلى المستشفى. دكتور، كما قلت سابقا يعني المقاربة هي أول شيء نتأكد بأنه حي يرزق، ومن بعد نشوفوا لأن الدكتور أو الدكاترة أو الفريق الطبي في هذه الحالة من هذا النوع يجب التريث وعدم اتخاذ أي قرار يمكن أن يودي بحياة الطفل أو يعقد حالته الصحية. إذن محاولات الإنعاش نفسها قد تكون خطر عليه. تماماً حقيقة تماماً يعني الإنعاش، طريقة تحريك الطفل من أي زاوية سوف نمر به، هذه كلها أمور يعني أو قرارات تتخذ في حينها، يعني أتكلم بالثانية. إذن أنا يعني ندعي الله سبحانه يسهل على هذا الولد هذا وإن شاء الله. ولكن على الأقل يعني معلومات جيدة جدا أنه لا يزال على قيد الحياة إن كانت 100% صحيحة وأن والديه دخلا ويعني قد يعني رأياه وهو على قيد الحياة. نحن أمام معلومات مطمئنة مشجعة على الأقل إن صحت. الحمد لله. إذا كانت هذه المعلومات موثوق بها فغادي نكون أولا أكدنا ما قلناه سابقا، وأن الإنسان والطفل من يعني طفل ريان أمكن له أن يعيش لمدة 5 أيام بدون أكل ربما إذا ما كانش كلا أو بدون ماء. الأكسجين ما فيش مشكل لأن السلطات منذ اليوم الأول تزوده. هل وقع له شرخ في الرأس؟ هذا هو المسائل اللي حرارة الجسم إمكانية أن يحدث نزيف حرارة الرأس. الجسم حرارة الأرض في الجب. إذا كان هناك حرارة نازلة أكثر من اللازم الجسم خاصه يستعمل أكثر طاقة باش يسخن نفسه. إذا هناك عديد من العوامل اللي واجب نكون عارفينها يعني داخل الجب، وهذه المعلومات نحن لا ليست لدينا صحيح. بس عندما حاولت السلطات أن تمده بالطعام والشراب وقالت المعلومات أنه لم يتمكن من ذلك، عندما لا يتمكن من فعل ذلك نكون أمام ماذا في حالته الصحية في حالته الجسدية؟
ربما يكون الموضوع مثلا كسورا فقط، أو سيتعدى ذلك بالضرورة إلى ما هو أخطر من ذلك؟ يعني أتكلم بحذر لأن ليس لنا جميع المعلومات. صحيح. دقيقة، هناك يعني حالتان، يا إما أن السلطات يعني أعطته الأكل والشرب، إذا لم يستطع أنه يأكل فهو لسببين، يا إما لم يستطع الوصول إلى الأكل ربما لأنه له رجل مكسورة أو يد مكسورة أو لأنه فاقد الوعي ربما، ولكن هذه أشياء تبقى في علم الغيب لأن نحن ليست لدينا المعلومات الكافية. على كل نحن لما تكلمت على قائد، في الحقيقة ليس لدينا الآن إمكانية للتأكد أو لتقييم كيف كان تفاعل بعض الذين ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات، لكن لدينا تفاعل قوي من طرف عدد من وسائل الإعلام، من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف شخصيات وغيرها الذين اعتبروا بأن النداء الذي وجهناه لاحترام الأخلاقيات، وطبعا نحن لا ننبه أو نهدد، نحن نطبق ما هو في صلاحياتنا، عندما نرى أن هناك انتهاكات لدينا آليات قانونية سنطبقها، والنداء الذي وجهناه كان الهدف منه هو أن يكف الذين اعتبروا الأمر فيه متاجرة وارتزاق عن القيام بهذا العمل. التفاعل كان إيجابيا جدا من طرف الجمهور، من طرف ربما عدد من مواقع التواصل أيضا التي نشرت بلاغنا، من وسائل الإعلام، من قنوات سواء وطنية أو عربية. إذن هذا مؤشر إيجابي جدا، بل أكثر من ذلك أصبح العديد لا يتابع ما تقوله بعض المواقع ولكن يحاول أن يستقي الأخبار من الصحف الاحترافية، من وسائل الاحترافية، رب ضارة نافعة. ما نتمناه الآن هو إنقاذ الطفل ريان وأن يكون على قيد الحياة وأن يكون ما حصل درسا مهما في التواصل وفي أخلاقيات الصحافة. وطبعا ما هي الدروس المستخلصة بالنسبة إليك؟ في المستقبل سيكون له ما بعدها. ما هي الدروس المستخلصة، العبر المستخلصة بالنسبة إليك من هذه الأيام على صعيد تخصصكم، على صعيد عملكم رئيساً للمجلس الوطني للصحافة؟ ما التوصيات التي تخرج بها من تجربة الأيام الخمسة؟ في الحقيقة بالنسبة لنا الأمر ليس جديداً لأننا كنا نتابع ونعرف على